أسألكم سؤال عليكم بالله جاوبوني، تصرف أجيبوني على هذا السؤال. هل من الحكمة أن تعطوا سلاحاً، سلاح مسدس مليء بالرصاص ومفتوح الضامن ومسحوب الأقسام تنطي إلى أولادك العشر سنوات 15 سنة و13 سنة، تعطي أو ما تعطي؟ قطعا تقول لا سيدنا، ما معقول أن ننطي أسلحة فيها رصاص وفيها مسحوب الأقسام بدون ماذا؟ بدون حسب تعبيرنا الضامن أو ما أدري الأمان. إذا ما تنطي، واقعا هذا صحيح، اعلم أن الأجهزة أشد فتكا من المسدس، أشد من العبوة التي هي ماذا؟ مسحوبة الأمان، وهي عدادها عداد ماذا؟ بعد دقائق ستنسف البيت. الله شاهد هذا. لا تقولوا سيدي بالغ، لا والله لو انكشف لكم ما يجري في مجتمعنا لقلتم كيف رب العالمين لم يخزف بنا الأرض، لاستغربتم أن يا رب شقد حليم أنت، الأرض ما تخسفها بينا من كثر الجرائم والقاذورات والأوساخ التي ترتكب في مجتمعنا هذا بسبب هذه المواقع التواصل. بناتي الموبايل تخلوه هنا ساعة 12، خلاص أطفي المنظومة، يلا نوم ساعة 12 أطفي المنظومة، انتهى. بناتي أي وحدة بيدك هذا الآيباد بعد ما دروس أو لاين بالصالة، يقعدون بالصالة، غرفة ممنوعة، يقعدون بالغرفة بالصالة، وإحنا نهيئ لكم الأجواء.